ذلك اليوم وينتقم ممن ظلم آبائه سلام الله عليه، ويهدي إلى الدنيا السلام فكلها، ويبعد عنها الضير ويبعد عنها الضر والجهل والفقر. له جسم موسى في جمال محمد صلى الله عليه وسلم، خليل لدى ما قد أرادوا به طرا، له قسمات الوجه مثل محمد، واشدد منه وبه يا ربي الأزرى. اللهم صل على محمد وآل محمد. نصفى نصفى يا من شخصك نزل عن الناس، نصفى ما نقدر بعد بالوصف، شهر شعبان أصفان، نقول المهدي لاح وسطع ضيا. صل على محمد وآل محمد. وحق البيت واللي فرض حجة بعدك ما حصل عن ناس حجة، يا شبل الحسن جاه الحاجة الشفاعة وهاي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدور بدور من عالم التقديس شعبان، وانوار بمعالي شهر من شهور شعبان، انولد شبل الحسن وانتشر ضويا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هداية هداية انشغل فكري لزم آيات، هداية وعرفتك للبشر نور، ما هو صدفة مولد بنص الشهر، يلي معنى الصدفة ما هو بمنهجه، أبو صالح مهدي حجة منتظر، كل اسم لك عسل صافي ألهجة، وين مذكر اسمك يذوب بشوقي وعجل فرجه.
ابوك صالح تراها الحمام. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. ها اي بحمايك بحمايك ابو صالح ترى بحمايك. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. بحمايك بحمايك يا ابو صالح ترى بحمايك. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. عجل يا سيدي ترى احنا نمشي وياك. بحمار بحمار يا ابو صالح ترى بحمار. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. ارحم السيد وامي نادك كلنا عادك يا سيدي كلنا احبابك. نكتب لصوتك نكون احنا من اصحابك. ناخذ ثوابك يا سيدي من جميع الاعداد. بحمار بحمار يا ابو صالح ترى بحمار. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. أبطل ولادة نسيت من أجل القرآن. كل بفضلكم نعيش لطف والإحسان. كل أيوانك ونعافينا الصبح أعداء. بحمار بحمار يا أبو صالح ترى بحمار. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. الحياه سرقه في يوم ميعادك. الحياه سرقه يا سيدي في يوم ميعادك. كل الوالي يا سيدي كلنا احبابك. قبل صرتك نكون احنا من اصحابك. ناخذ بثوابك يا سيدي من جميع الاعداد. بحمار بحمار يا ابو صالح ترى بحمار. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. عجل يا سيدي ترى احنا ننتظر وياك. نور صاطع ضياء. 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 نور صاطع ضياء.
الله الله عيد عزك بنرفع الله
الله تبارك وتعالى سأظهر في هذه الليلة الحجة. قالت فقلت له ومن ولن أمر فقال إلى نرجس. قلت له جعلني الله فداك ما بحال أثر. فقال هو ما أقول لك. قالت فجئت فلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفي وقالت لي يا سيدتي وسيدتي أهلي كيف أمسيتي؟ فقلت لها بل أنت سيدتي وسيدتي أهلي. فقالت أنكرت قولي وقالت ما هذا يا عمه. فقلت لها يا بني إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذا غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. سمي يا مستمعين النظام استعدوا إلى القيام.